بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 8 من فبراير لعام 2024 ميلاديا، وفي اليوم 125 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ما زلنا مستمرين معكم في حملة الإغاثة العاجلة التي تطلقها مؤسسة Garden of the Sincere في بلجيكا. اليوم نتوجه بالشكر الجزير إلى جميع المساجد في بلجيكا وإلى جميع المساجد في مدينة غنت. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه المساجد، ونتوجه بالشكر الجزير ونخصهم بالذكر إخواننا في مسجد الفتح ومسجد المستقبل ومسجد عقبة ابن نافع. أسأل الله تعالى أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأسأل الله تعالى أن يفتح عليهم بالخير واليمن والبركة. أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الجهود المبذولة في خدمة وإغاثة أهلهم وأخوانهم في قطاع غزة. شكرا لكم، بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.